واش جماعة معكم لامين، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم راح نحكيو على سوجي يعني بوليميك، هاك شايف كونتروفيرسي، إثارة للجدل. وأنا تعرفوني وين تكون دراما، راني حاضر في المحضر. ما قلت لكم هاد الدراما ما تستاهلش فريمون هاد الحس الكبير كاع اللي راهو عليها. شيرين بوتلة فعلتها مجددا. Again? Seriously? أثارت الجدل من جديد بخرجة جديدة من القصب، ومن حيث لا تدري على كل حال، أو يعني من حيث ندري كلنا بارسكو نعرفوها. ونوك نكسبليكي لكم لا سيتياسيون، يعني وشنو هاد البوليميك اللي أثارت الجدل. هي سان شبه إباحية في فيلم جديد واسمه Christmas Flow، فيلم جديد تاع نتفليكس اللي تورنت فيه مين كاركتر على كل حال. صافي بليزير بصح تاني تورنات سان ولا ديسان ولا ما بايش، باسكو ما شفتش الفيلم، شفت البوندامونس تاعو برك. شبه اباحيه وين يديروا واسمو العفسيس هي واحد لاكتور اسمه طايس، راك فاهم ما يروحش مخكم بعيد. يعني انا قلت شبه اباحيه يعني تما للبوسان ودوك العفايس بيان سيرو لاسباب واضحه، ماشي راح نوري لكم لاسان، نوري لكم شويه مقاطع من البوندامونس، باسكو البوندامونس ما فيهاش ديسان، فيها عفايس يلمحوا بلي كاين ديسان. فوالا. Les fêtes de Noël ont été un peu mouvementées pour toi. Tout le monde se pose la question. Est-ce que tu vas la revoir? Qui? L'inconnu de Noël? Ah. On se connaît pas, mais on est aux antipodes l'un de l'autre. On n'a rien à faire ensemble. C'est sûr qu'on n'a rien à faire ensemble. شيرين بوتلة يعني تصيد البوليميك والإثارة الجدل كشو الله يتصيد في البوكيمون. كل دارة تصيد واحدة وشبوش هكذا ثلاثة واربعة ويلا تأكلهم كل كوكاو. السؤال يقول أسكو شيرين تصيد إثارة الجدل ولا الإزاجرين يزيدوا عليها بزاف صرت في المجتمع هذا. تكلمت على شيرين بوتلة في مواضيع مختلفة من قبل العام اللي فات ولو العام اللي فات نورمالمون، درت كلكو فيديو عليها. وعلى بالكم كي تكون شغل غلطة كيما كيثبت زيرين نجي نهضر ونقول لك اي راي غلطة. بصح انا هنايا راني نتسائل who cares who why do I think it's okay to harass teenager you cares. وعلاش اثارت هذا الجدل الكبير قاعده وتشوكا والناس ويقول لك شيرين بوتلة دارت حاجه ماشي مليحه. او ماي جاد معروفه بات لافاي شيرين بوتلة و انا جامي ريبريزونتي لو بوبل الجيريان، دونك ما فهمتش وين راهو البروبليم تتهرد. باسكو علاه لو فيلم هذايا ماشي الجيريان ومش راح يكون في قاعه السينما الجزائريه ومش راح يكون في التلفزيون الجيريان ومش راح يدخل الديور الجزائريين، دونك وراه المشكل الكبير يعني بينها وبين روحها بالك مشكل، بينها وبعباليش انا الكرامه تاعها بالك كاين مشكل. بصح نعطيكم سؤال يعني كي تحط روحك زعما في بلاصتها، سيرتو هي بالبيرسوناليتي تاعها دارت بزاف الجدل في الجزائر ومعروفه بالعفايس كيما هادوما وواحد ما يقادرها، شما انت في بالك رايحه تقول نو ديزولي مسيو الديريكتور ما نقبلش بهاد الدراهم هادو كاع باش ندير لك هاد لاسان هادي يا بارسكو الجزائريين اللي كرهوني ديجا يزعفوا مني. ماغري انا جامي همني امر الجزائريين ولا همني اذا زعفوا مني اذا ما زعفوش مني. منكم سيريا توقعتوا يعني يصرى سيناريو كيما هذايا؟ شو باينه بما كانش حاط تشرع عفشه هكذا ولا لا لا. وكي سما طغات شيرين بوتلة في السينما فرونساز والى اخره ولوبان ونتفليكس وما نعرف، كانت باينه بلي توصل الى اشياء مثل هذه على خطى صوفيا بوتلة. على كل حال ماغري صوفيا بوتلة خير منها بزاف 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 ضمامي. بصح نقول لكم برك علاش كي جي في شيرين بوتلة ولا في العباد جدد يعني في الانفلونسور والانفلونسوس جدد تكبروا الحالة أكثر من اللازم، بارسك والله العلي العظيم غير سيجي غير مهم كاع. واللي راه يخمم يقول بلي لا لا ويمس بسيادة والحشمة الوطنية وما نعرف الخرطة هذا كاع، نو نو بارسك علاش الفيلم لا علاقة بالجزائر شغل علاش تما يمس بالكرامه الوطنيه والجزائريه وشكون قال لك بلي تريبريزونتي الجزائر؟ باش عندنا بنادم يريبريزونتي الجزائر علاش ما نهضروش عليهم هذوك اللي يديروا فاي صح ملاح وكذا الى اخره بدون ذكر الاسماء؟ بصح علاه ما نهضروش عليهم ما نديروش بوليميك عليهم ونحكي ونقولوا هادو فور ماشي بوليميك يعني نديروا حس كبير عليهم. وايضا علاش ما نديروش بوليميك واثاره جدل على مواضيع مهمه كيما هذاك البغل هذاك اللي في الستينات في عمره راهو يوصل في خياتنا وامهاتنا وبرا في الطريق، الطاكسي هذاك اللي فعل اشياء مخيله بالحياه داخل الطوموبيل تاع الطاكسي ومعاه طفله،
مركبها اون طونك كليونت. هذاك ما شفت حتى واحد هضر عليها بار جافيش دي زاد وبالك دي باج واحد اخرين انا برك ما شفتهمش. ما شفت حتى واحد من الناس المعروفين وكذا ولا خو ما غير هما اللي عندهم لافوا ويوصلوا الصوت الى الناس وكلش ما هضروش على السيد هذاك. اللي حاب يعرف الاستوار اللي نحكي عليها وشنو هي وشحال قراف انستغرام تاعي برك في الهايلايت باسكو مام شولدرت عليه فيديو حطيتها بصح سوبريماها انستغرام. قال لك سينيالوها بزاف عباد باش تشوف تنوفيق تاع الشعب الجزائري العظيم. لحقوني دي ميساج كتير يقولوا لي لامين شفت شيرين واش دارت ما تهضرش عليها ما تزكيش عليها واش بيك لامين هضر على شيرين ازكي عليها شويه شوف واش دارت. جماعه مع كل احتراماتي ليكم كاع ميرسي بوكو على الدعم المتواصل بصح شيرين بوتلة ماشي بنتي والله ما بنتي شيرين بوتلة باش نزقي عليها ونوري لها صلاحها وقولها واش لازم دير واش ما لازمش دير قولها واش ماشي مليح واش مليح. علاش شغل يعني انا اللي نحكي عليها ونقولها لا لا راكي غلطه راكي كذا راه كبيره وتعرف صلاحها وتتهرد بحياتها باسكو نحبوا ولا نكرهوا حياتها الشخصيه وكارير تاعها الشخصيه. لو كان دارت مثل هذه الاشياء لداخل الجزائر وين يشوفوا العائلة الجزائرية تشوف هذه الأشياء والسينما الجزائرية تشوف هذه الأشياء والإنفلونس تاعها تكون أكبر وأعظم باسكو داخل الجزائر والأودينس يعني الموجهة هي الجزائر راك فاهم تسمى التارجت أودينس إز ألجيريا وألجيريانز. شريكي لو كان راني مكلاطي دوكا ونزعف ونعيط وكذا باسكو لا سيتياسيون هي ديفيرونت بزاف بصح كي تكون دوكا التارجت أودينس تاعها ماشي كاع لي ألجيريان مش باللغة الجزائرية ومش داخل المنازل الجزائرية هو ذا فاك كيرز. دقيقة نحوس على واحد لابس لداخل الكاية هذايا. يا ما استهاش ما صبتش I didn't find any fuck to give. المهم كما قلت لكم جماعة شيرين بوتلة ماشي بنتي but she can call me daddy anytime. anyway كاين بزاف اللي شفتهم يحكيوا على السوجي هذا ويزعفوا ويتخبطوا والى اخره. بون كاين اللي حكاو بدون فاصون مليحة واكسبليكاو زعما لا فريستراسيون تاعهم صح اون ميم طون بطريقة مليحة وين مدوا زعما نصائح فساك زعما يقولوا لا لا هادشي ما ريبريزونتيناش كذا وي عندهم الحق وكلش مالغري كو كيما قلت لا علاقة بالجزائر. مي شفت واحد اخرين شغل يتعصبوا والى اخره كبروها وعطولها اكثر من قيمتها. يا جماعه لا تعطوا لمن لا قيمه له قيمه هذا ما كان سهله اخر كلمه نقولها لكم لا تعطوا لمن لا قيمه له قيمه باسكو هكذايا انا واحد نسيتها كاع بلي تكزيستي شيرين بوتلة ابار كي درت Algerian actresses tier list بصح شغل ما كنت سامع كاع بها انا لوبا ما شفتوش والله ما كنت سامع بصح هاد البوليميكا ديال الاخرى طربقت الحاله عاود اسم شيرين بوتلة ركب طوندونس تزيري وراه البرومي في الريشيرش في جوجل وفي يوتيوب الجيريان وعلاه. وكاين وناس اخرون اللي شغل ديفونديو في شيرين ويقول لك لا لا ومليح ودارت عفسه مليحه وش بيك شغل ديفونس انكرويابل. كاين شويه انسيلز شويه جلادياتورز وايت نايتس اللي ديفوندا وقال لك نو فور وانتيك ولازم تجيبوا هاد العفايس للجزائر هذوك ما نهضروش عليهم هذوك حمير وبغوله والى اخره ما بالهمش واش كاين واش ما كاش تيريو برك ويؤمنوا بالحريه الشخصيه الكبيره جدا والفيمينيزم العظيم الذي حرر الناس من كل شيء جو بارل دو فو فيمينيزم العيان هذاك تعرفوا تعرفوني ما كان نكسبليكي لكم. المهم هذوك ما نحكوش عليهم الايديولوجيا تاعهم كاع خاطئه وما ترباوش على مبادئ شابين ومبادئ تصلح كما قلت من قبل. لو كان جاء الامر في الجزائر وموجه للجزائريين شريكي باينه يا سي باينه بلي احنا ما تكونش رده فعل تاعي كيما راهيك دوكا باسكو تربينا على مبادئ اللي باينه وتربينا على اخلاق اللي باينه وكاين عفايس اللي ما يجوزوش في المجتمع تاعنا واللي ما نتقبلوهمش ونريحوا نحاربوا فيهم. بصح هنا الامر يختلف باسكو الجمهور الموجه اليه هذا الفيلم وهذا ليس الوقده ليس جمهور جزائري. اذا لا يهمني الامر وحبسوا ما تمدوا قيمه لمن لا قيمه له هذا ما كان. المهم هذا ما كان خاوتي تحب ابونتوا ابونتوا رانا قريب 130,000 ابوني رود تو 150,000 سبسكرايبرز اند ثانك يو. واللي حاب يشوفني في انستغرام رانا كل صباح نتعلموا كلمه انجليزيه جديده ونستفادوا مع بعض وكاين لامين شورتس شان جديد اللي ما عندوش وقت يشوف لي فيديو طوال يدخل يشوف لي فيديو القصار اللي تمات لي تحت 60 ثانيه يعني كل يوم نحط ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم هذا ما كان سلام.